سؤال اليوم مشاهدينا عن مطالبة النائب جميل العبيدي بتشريع قانون تعدد الزوجات، وأن 75% من النائبات موافقات على رؤيتها لحل مشاكل العنوسة والأرامل والمطلقات. ما هو رأيك؟ زينب مجيد تقول النائبة جميل العبيدي تحاول تلميع وجه النظام السياسي بمساحيق منتهية الصلاحية دون الأخذ بنظر الاعتبار ما سوف يترتب على مشروعها من مشاكل اجتماعية ونتائج كارثية على العائلة الواحدة. عادل مضر، ما طرحته النائبة كسر الصمت الذي يلف موضوع يهم مستقبل آلاف النساء من الذين فقدن أزواجهن بسبب الحروب التي يمر بها العراق، بغض النظر عن محاولة تسفيه الموضوع وحصره بزاوية الزواج، إلا أن ما تمر به النساء يجب أن يؤخذ بعين اهتمام الدولة والمجتمع. أمنية الحسيني، أنا أرى أن المطالبة بهكذا قانون إهانة لكرامة المرأة العراقية وجعلها سلعة رخيصة وخلق مشاكل وانحرافات أخرى، علما أنه يصب في خانة الدعاية الانتخابية للنائبة، وأيضا لمن يعارض سن هكذا قانون، أي أن السادة النواب يرقصون على جراح العائلة العراقية. في تويتر إحسان علي يقول هناك مشاكل أخطر منها الطلاق والانتحار والتخلف وانعدام الثقافة، والتي تعد النساء أولى الضحايا، حلوها أولا بعد ذلك ابحثوا لها عن زوج. جعفر حسن، توفير فرص العمل للمرأة ومنحها قروض مالية لتشجيعها على الاستثمار وإقامة المشاريع ممكن أن تساعد في حل هذه المشاكل. القيصر الكتالوني، هذا الطلب يغطي على فشل الحكومة برعاية الأرامل والمطلقات بطرق حديثة، بالعكس ستزيد من مشاكل المرأة، وعلى النائبة أن تبدأ بتزويج زوجها.